يلا السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة تعتبر من الحلقات الطريفة حول هذا الحيوان، يعني اللي هو القنفذ أو القنفذ. طبعا اللي ما شايفه أكيد سامع بيه، زين، حيوان مشهور ومعروف لدى الكل. طبعا هو من الثدييات يعتبر، وبيه فوائد كثيرة طبعا، خصوصا للمزارع، حتى للمحميات. هسه خلينا نحكي داخل نطاق المحميات. إضافة إلى الإيجابيات اللي بيه، أيضا بيه سلبيات. فشلون نتفادى هاي السلبيات إذا كنا مضطرين لتربيته؟ طبعا هو تربيته بيه هواي ميزات حلوة. طبعا هذا القنفذ يتغذى على الأشياء السامة، شلون مثلا العقارب، لا حد يستغرب. طبعا هو بشغلات حلوة قلنا وطريفة، يتغذى على العقارب مثلا، الأفاعي، وإن كانت الأفاعي، طبعا الأفاعي يتغذى عليها، إضافة إلى الحشرات اللي الناعمة مثلا، الديدان، الضفادع، يعني أبو بريص، هواي بي شغلات حلوة تفيد خصوصا للي محمياتهم تكون واسعة وكبيرة وبيها زرع وبيها التفاصيل هاي. يسمى صديق الإنسان لأن يخلص خصوصا للي بيوتهم بالضواحي مثلا، يخلصهم من هواي مشاكل، مثلا العقارب، مثلا الضفادع، أبو بريص، الأشياء السامة، حتى الأفاعي، عرفت شلون؟ فهذا الحيوان لطيف يعني وحلو، هو ما بيه مشاكل. شوف هسه هذا الأشواك اللي بظهره هسه القريب على الكاميرا، هذا الذكر يصير لونه أطوخ من الأنثى اللي هي فاتح. طبعا أنا بالصدفة جابوا لي إياهن بدون تخطيط، بس شفت تقرير عن هذا الحيوان، قلت بلكي يعني اذا اكو ابو بريص مثلا او اكو فد فاره مثلا يخلص من يمها، يعني نترك الامر للطبيعه بدون لا لزقه ولا صياده ولا ابد. فهذا القنفذ هو بعد يؤدي واجبه باكمل صوره. قلنا هو يعتبر من الثدييات ويلد بالسنة مرة واحدة، يعني نشوفه يكثر بالمزارع، أكثر شيء بالمناطق اللي مناطق الزراعية بصورة عامة يعني، وخصوصا اللي بعيدة عن المدن، وهذا يعني بأطراف المدن. النفية يعني تجيب تقريبا 6 إلى من 4 إلى 6 تقريبا، مرات أكثر بواحد أقل بواحد، ماكو مشكلة. بس أنا ربيتني هنا يعني للتجربة مثل ما يقول. طبعا وما أعرف بعد أشوف وضعيتهم شنو، احتمال أبقيهم واحتمال لا أطلق صراحة. شفتوا هاي النفية اللي تسلقت على هذا المشبت؟ طبعا للأسف من صار ان افراخ القطه، طبعا افراخ القطه شفتوهن يعني بحجم فرخ الدجاج، يعني حجمه ما شاء الله كبير، وهذا حجمه تقريبا قد كف الايد، اصغر تقريبا بشويه. ثاني يوم ما لقيتهن افراخ القطه، ما لقيتهن، ظليت ادور عليهم بالحديقه، هذا ما لهن اثر. طبعا شوفوا هذه الاشواك مالته ويكور نفسه بصورة يعني شلون مثل الطوبة، يصير يحمي نفسه من المفترسات، من اعدائه، سواء صقور، سواء كلاب، سواء واوية، ذيابة، بوم، اي شيء عدو له، من يشعر بالخطر يكور نفسه، وهاي الأشواك هي اللي تحمي هذا الحيوان. عنده مناعة من السميات بصورة مو طبيعية.
فقلنا السبب اللي أنا يعني ماكو غيره، هو بس فقدان أفراخ القطة ذني كان مفتوحات بالحديقة. طبعا هو ينشط ليلا، بالنهار هو مسنح نايم، بالليل يقعد ينشط نشاطه ليلي هذا. فاحتمال هو أنا ما شفته شوف العين، وإنما ماكو غيره، لأن الطيور اللي عندي ما تاكل هيك حجم يعني، حتى وإن كانت أفراخ يبين الأثر يعني. بس هذا هو السبب، لأن كان مفتوحات بالحديقة والقطايات الأفراخ صغار كانن، فما لقيتن لا هن ولا أثرهن يعني، حتى ريش ما لقيت. فاللي الإخوة اللي عندهم محميات ويعانون من شغلة أبو بريص، من شغلة الفار مثلا، من شغلة أكو عقارب مثلا، أكو مناطق زراعية تكون بالضواحي، فهواي إخوة عندهم محميات يعانون من شغلة العقارب أو الأفاعي. هذا بمثل فد روائح معينة راح يبعد عنك هاي الأشياء. أضافة إلى أكله، طبعا هو يأكل خبز يابس، يأكل اللحوم، الحيوانات الميتة، هاي الحشرات الناعمة، العقارب، الأفاعي، أي شيء يلقى قدامه يأكل. وأنا أشوف لو أخليه، لو أوديهن يعني أطلعهن مكان بعيد يكون مناسب إلهن يقدرن يعيشن بيه، والله كريم. تحياتي للجميع.